السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البول في ماء زمزم. في واحد جه في موسم الحج والناس كلها بتحج وعمالة تطوف وتقرأ قرآن وتعبد ربنا وتدعي، وراح رايح على بئر زمزم في وسط الزحمة دي وبال هناك. فالناس كلها قامت تتخانق معاه، ايه يا ابني بتعمل ايه، الهبل اللي انت بتعمله ده؟ قال احببت ان اذكر ولو باللعن، يعني حبيت الناس تفتكر اسمي وافتكر انا مين، حتى لو هيفتكروني بحاجة وحشة. تمام، مجرد ان هم يقولوا اسمه ويقعدوا يتكلموا عليا ويقعدوا يتناقشوا ونقعد نتكلم الكلام صح والغلط على زي كده. في ناس كتيره كده، في ناس كتيره اسامي كبيره بتظهر دلوقتي في التلفزيون تقعد تقول لك ده في معلومه معينه الناس كلها عارفاها غلط والصح كذا. هو الفكره كلها ان هو مش بيدور على الصح، هو بيدور على الحاجه اللي تطبل. هو حتى يقعد يقول لك ايه، اه يلا يا بتوع اليوتيوب خدوا شيروا الجمله دي اللي انا لسه قايلها دلوقتي. ناس كتيرة ممكن بعضهم يكونوا مثلا خطباء، ممكن بعضهم يكونوا علماء او مؤرخين، بس هو لو طلع قال نفس الكلام اللي موجود في الكتب ما حدش هيهتم، حدش هيشاور، لا بيحاول يعمل فرقعات كبيرة جدا. وخلينا اقول لك مثال، مثلا لما بنفتح اي كتاب من الكتب التاريخية المؤرخ مش بيقعد او مش من الاختصاص بتاعه ان هو يقعد يفلتر الكلام، هو بيكتب لك كل الكلام اللي سمعه، يعني هو راح مكان واثنين وثلاثة واربعة وسمع الروايات فبيكتبها ويكتب لك سمعتها من فلان وسمعتها من فلان وسمعتها من فلان، وانت بقى شوف الكلام ده صح ولا غلط. يعني على سبيل المثال الفتنة اللي حصلت بين الصحابة مثلا، نجار الطبري بيروي 112 رواية، 13 منهم صحيحة و 99 غلط. هو سمعها، هو راح وسأل الناس وقعد يكتب الروايات اللي موجودة وكتبها، تمام، وكتب لك السند، انت بقى تتحقق من السند ده هل هو صح ولا غلط. على سبيل المثال برضو كنت اثناء ما انا بقرا يعني في الكتب لقيت مثلا حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اثناء الاسراء والمعراج جه مصر وصلى ركعتين. طبعا انا مصري وافتخر ولازم الكلام ده يبقى صحيح، الروايه مش صحيحه، طب هنعمل ايه؟ طيب يعني قعدنا ندور على السند لقينا ان في كدابين في قلب السند، فما مش بمزاجنا، مش هنقبل الكلام بمزاجنا، تمام. ولا بقى كل واحد بقى من المؤرخين يقول لك ايه، ده راس سيدنا الحسين عندنا في مصر، لا ده عندنا في العراق، كل واحد صح الروايات اللي هي بتاعه البلد مش بالمزاج. هي سيدنا الحسين ليه راس واحده، فانت بتحقق الكلام بتتاكد من صحه الكلام وبعد كده تتكلم. انما في بعض الناس بيحاول يجيب لك اي كلام اي كلام، يروح قال لك ده سيدنا الحسين مدفون في امريكا، لمجرد الناس تبدا تتجادل وبتاع، زي اللي قال لك المسجد الاقصى موجود في السعوديه، وفي واحد طلع قال لنا ان مكه دي موجوده في الاردن. يعني ايه مكه اللي موجوده في الاردن؟ امال اللي احنا الناس بتحج فيها؟ لا لا انت بتحج غلط، تمام. ففي بعض يعني مثلا برضو من ضمن الروايات الواحد قراها وممكن واحد يقراها ويقعد يعمل فرقعه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم في رحله الهجره من مكه للمدينه ربنا عمل له نهر فهو ركب مركب وراح هناك. دي روايه موجوده، روايه موجوده يعني في سيره ابن شهاب، مش صحيحه. هو في بقى واحد بقى ايه يتفلسك ويروح ماسك لك دي ويقول لك انا العلامه والناس كلها ما تفهمش، ولا ما حصلش موضوع الغار ده اللي حصل، ويقعد يغير الروايات ويغير كل حاجه لمجرد ان هو يثبت ان هو صح. فسيبكم من الفرقات الاعلاميه، سيبكم من انتوا تقعدوا تشيروا الحاجه لمجرد انها غريبه. يعني كان في لعبة اسمها الحوت الأزرق، أنا مش شفتهاش ولا بتش، بس بدخل البلاي ستوري بحمل السوفت وير لقيته هو رقم واحد، الناس كلها اللي نعمة تتكلم وتشير و و و، بقت اللعبة دي رغم إنها سيئة جدا انتشرت وكده. فأميتوا الباطل بعدم ذكره، أي حاجة أنت عارف إنها غلط خلاص ما تتكلمش فيها، ونشغل بمنفعك ونشغل بالحاجة كويسة، ونركز إن شاء الله في قراءة القرآن وربنا يهدينا للخير بإذن الله.